السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دايما بنتكلم على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف. طيب دلوقتي الورقة اللي معنا ديت بتقسمهم لأقسام بحيث ان احنا نشوف كل وظيفة التأثير بتاعها قد ايه. يعني مثلا في الاي تي، طبعا الاي تي فيه تأثير 73%، تمام، وفي سمول امباكت او تأثيرات بسيطة او تولز ممكن التاسكات ممكن تساعد وبتاع في 26%. طبعا التأثيرات دي مش معناها حاجة سيئة ولا حاجة حلوة، هو في تأثير هيحصل. لو انت تفاعلت معاه بشكل كويس هتستفاد، لو انت تفاعلت معاه بشكل سيء هتخسر. يعني لو انت حصل تطور جديد ونزلت تولز جديدة وانت ما استخدمتهاش، دي مشكلة بالنسبة لك. فالاي تي اكتر ناس مفروض انها تبقى مواكبة الاحداث بطبيعة عملهم ويبدأ يشوف الجديد، يعني في كل حاجة. مثلا حتى السكيورتي، ان هو ممكن مثلا يجي فيروس اختراع جديدة فلازم يكون هو عنده دراية بكل حديث. في تولز كتيرة جدا بقت سمارت خاصة بالاي تي، انه امباكت 1%. يعني تخيل. طيب بالنسبة مثلا للحاجات المالية، 70% ده التأثير اللي هو اللارج امباكت، الحاجة الضخمة جدا، يعني اللي هو المجال كله اختلف تماما. يعني تمام 9% هو اللي مفيش تغيير. الكاستمر سيلز، شفنا حاجات كتير جدا دخل فيها الذكاء الصناعي، يعني مجرد ان انت تصور المنتج هو يبدأ يعمل لك اعلانات خرافية 2D و3D وانيميشن وكرتون وفيديوهات وصور كل اللي انت عايزه. فلازم تكون انت ابديتد للحاجات ديت. الاوبريشن، الاتش ار، في تولز كتيرة بتستخدم، فلو انت اتش ار شغال بالتولز العاديه هتاخد وقت كتير على ما تشوف السيفيهات كلها، انما بالذكاء الصناعي يقدر ان هو يوفر لك وقت كتير. الماركتنج برضو كذلك، الحاجات القانونيه الليجال دلوقتي بقى، عشان مثلا في قضيه تقعد تفتح كل الكتب بتاع زمان، لا يعني مثلا طلب مني حاجه فرحت داخل رفعت كل الكتب اللي عندي في النقطه ديت وسالت السؤال وجاوب. لما يجي لي مثلا شغل عقد حاجات زي كده، فبدل ما اقعد اقرا بقول له خد انت اقرا لي وانا بسال عن نقطه معينه، مع الحذر في حاجتين يعني عشان ما تلبسوش في الحيط. الحاجه الاولانيه ان ما بقاش فيها معلومات خاصه، يعني ما تنفعش ترفع حاجه مكتوب فيها عقد بينك وبين شركه تانية او اسماء واضحه وحاجات زي كده، حاجات المفروض انها ما تشيرش، حاجات ما ينفعش انها تخرج من الشركه. انت حطيتها على سيرفر ذكاء صناعي بيتعلم منها، فممكن لو حد ساله سؤال ياخد الكلام بتاع كوبي بيست ويديهوله. تمام. الحاجة التانية ما تثقش فيه 100%، يعني ممكن تسأله سؤال فهو يجاوب إجابة عامة، ممكن تقول له إيه طب معلش اعمل لي زوم بقى على الحتة اللي أنت قلتها، معلش ما تجيبليش إجابة من حاجة غير الوثيقة اللي أنا اديتها لك. ودلوقتي بقى في برامج بتبقى مسؤولة عن كده، إن هو بيقرا البي دي إف بس، فتديله بي دي إف يجاوبك من البي دي إف بس. تمام. فنكون حذرين. طبعا احنا بنتكلم في وظائف شغال فيها مثلا يعني 200-300 مليون مثلا، يعني او يعني ارقام مش بسيطه. تمام. ممكن حتى اللي بيسال الذكاء الصناعي نسبتهم كام من الناس اللي شغاله في الوظائف دي. وطبعا في كل المجالات الثانيه، في الطب طبعا، ويعني لو واحد دكتور مثلا بيسال الذكاء الصناعي شخص له حاجه، مع العلم ما ينفعش واحد ليس دكتور يقول للذكاء الصناعي شخص لي المرض، لان ممكن شخص غلط. كان في واحد جايب لي اشعه بيقول لي شوف لي الاشعه ديت، طب انا لو سالت الذكاء الاصطناعي وقال لي بغلطا ان انت المفروض تتجبس، طب ما انت كده انت لبست يعني فلازم الدكتور يشوف. هو الذكاء الاصطناعي اقوى حاجه فيها البريدكت او التنبؤ بالمشكله اللي ممكن تحصل. يعني واحد لسه ما ظهرش عنده اعراض السكر، في الذكاء الاصطناعي بان هو بيشوف كل المرضى اللي هو جالهم سكر، كان الفحوصات بتاعتهم كانت عامله ازاي، فيستنتج ان ممكن يجي لك سكر في الفتره اللي جايه لا قدر الله. وضحت الموضوع. فدي حاجه كويسه ان هو بيتنبأ قبل الدكتور، لكن الدكتور طبعا ادق في الموضوع دوت.